خليل زيتش يفاجئ أزنيتي والتكنوتي. هاجي النجم المنتخب يكسب ثقة خليل زيتش. الصحف الإنجليزية تتغنى بإبداع زيتش بعد افتتاح عداده التهديفي رفقة تشيلسي. هاجر ورسميا بوصوفا يتلقى عرضا للانضمام للدوري المغربي. مفاجأة من إيطاليا وإسبانيا. ريال مدريد يفاجئ حكيمي. أخيرا النجم المغربي بارز يعود لتعزيز صفوف الأسود الأطلس. سؤال النشرة: هل ترى أن لاعبي البطولة يستحقون حمل قميص المنتخب؟ شاركنا برأيك في خانة التعليقات. السلام عليكم متابعي قناة المنتخب نيوز، شكرا على تفاعلكم، شكرا على دعمكم المتواصل، ولا تنسى تشجيعنا بخطوتين: الاشتراك في القناة ودعمنا معنويا بضغطك على زر الإعجاب. يواجه المنتخب المغربي منافسه افريقيا الوسطى في 13 و17 من شهر نوفمبر المقبل، وذلك في اطار الجولتين 3 و4 من تصفيه كاس امم افريقيا 2022. وقبل ذلك بادر المدرب المدير الفني واحد خليل زيتش باتصال باللاعبين المغاربه الذين سيحضرون رفقته للمواجهتين القادمتين، وذلك في انتظار اعلان قائمته النهائيه بدايه من شهر القادم. وتوصل من مصادر داخل الجهاز التدريبي للمنتخب المغربي لأن خليل زيتش أسقط حارسي الرجاء والوداد أنس زنيتي وأحمد رضا التكناوتي من قائمته المقبلة، في الوقت الذي سينضم حامي عرين قطبي مدينة الدار البيضاء إلى صفوف المنتخب المغربي المحلي، وهو الذي سيخوض مبارتين وديتين الشهر المقبل أمام منتخب الكاميرون والكونغو الديمقراطية في إطار استعدادات المنتخب المغربي لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين الشان التي ستستضيفها الكاميرون في يناير من سنة 2021. غاب مهدي بن عطية عن فريقه الدحيل في المباراة الأخيرة التي جمعته ضد الريان، وذلك برسم الجولة الخامسة من دوري نجوم قطر. غياب مهدي بن عطية طرح العديد من التساؤلات حول مستقبله مع الفريق، خصوصا بعد رحيل زميله السابق مانزوكيتش ومدربي المغربي وليد الركراكي، حيث أكدت العديد من التقارير أن بن عطية يفكر في تغيير الأجواء والعودة لأوروبا من جديد، حيث ترغب بعض الأندية الأوروبية في التعاقد معه. قبل ودية المغرب والسنغال تم اقتناع مدرب الأسود بمؤهلة نجم الزمالك أشرف بن شرقية، فأثنى المدرب البوسني على ظهور اللاعب، وأشاد خليل زيتش بما قدمه بن شرقي خلال الفترة القصيرة التي أشركه فيها أمام منتخب قوي يضم أسماء محترفة في دورية أوروبية كبيرة. بن شرقي فور دخوله قلب معطيات المباراة وقدم تمريرات حاسمة وناور في 3 هجمات، وهو ما لم يقم به يوسف نصيري لاعب إشبيليا رغم تسجيل الهدف الثاني قبل استبداله. وكانت تدريبات المنتخب المغربي قد شهدت مشاركة حماسية لأشرف بن شرقية، وهو ما أعجب خليل زيتش علما بأنه اللاعب الوحيد داخل معسكر الأسود الذي ينشط في دوري عربي وليس أوروبي. حقق تشيلسي فوزا ثمينا على مضيفه كراسنودار الروسية ب4-0 في المباراة التي تدخل في إطار الجولة الثانية للمجموعة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا. وعرفت المواجهة توقيع حكيم زيتش على هدفه الأول رفقة البلوز في أول مشاركة رسمية له مع الفريق منذ التحاقه بالنادي قادما من أياكس الهولندية. ولم تفوت الصحف البريطانية الفرصة لتتغنى بالسحر الذي نثاره الأسد المغربي في المباراة اليوم، حيث عنون جريدة زياش هو نجم اللقاء في فوز تشيلسي الساحق على كراسنودار. وأكدت الصحيفة أن حكيم زياش دخل المواجهة لتدارك ما فاته خلال المباراة التي عرفت غيابه ومشاركته كبديل، إذ حظي نجم تفينتي السابق بثمانين دقيقة على أرضية الملعب توجه بتوقيع على هدفه الأول رفقة الزرق. وأردفت الصحيفة ديلي ميل حيزا أشارت فيه لطغيان اللمسة الإبداعية على الجانب الأيمن لتشيلسي بحضور زياش، في حين أعلنت إذا على بريطانية لاعب أياكس السابق نجما في نظرها للقاء المنتهي برباعية لصالح أبناء لامبارد. وتغنت التليغراف بإبداع زياش في لقطة الهدف، حيث قالت أن المغربي سيطر على الكرة في منطقة الجزاء رغم كونه محاطا ب4 مدافعين، ومع ذلك تمكن من دفع الكرة إلى أبعد الزاوية.
اقترح عبد السلام وادو مدرب نادي المولودية وجدة على إدارة التعاقد مع الدولي مبارك بوصوفا بعد رغبة الأخير في إنهاء مشواره الكروي داخل أحد الأندية المغربية بعد آخر تجربة قضاها بقميص نادي السيلية القطرية. عبد السلام وادو الذي يخوض أول تجربة تدريبية له رفقة وجدة وضع اسم بوصوفا ضمن قائمة تعاقدات الفريق رفقة مجموعة من اللاعبين ذوي الخبرة كبيرة وتكوين أوروبي في انتظار فتح المفاوضات معهم بشكل رسمي في الأيام المقبلة. وسبق لوكيل أعمال مبارك بوصوفا التأكيد في تصريحات إعلامية سابقة رغبة اللاعب في خوض مغامرة بالدوري المغربي الممتاز للمرة الأولى مبدئيا واستعداده للعرض لخدمات اللاعب على أندية المهتمة. حملت تقارير إعلامية إيطالية وإسبانية نبا أفاجأ الكثير من المتابعين حينما أفادت برغبة نادي ريال مدريد في استعادة لاعبي أشرف حكيمي من إنتر ميلان واستعداده من أجل تحقيق هذا الهدف لتضحية بخدمات متوسط ميدانه الألمانية توني كروز المرتبط مع الميرينغي بعقد يمتد للصيف 2023. وذكر موقع ديفينسا سنترال المواكب لمستجدات نادي العاصمة الإسبانية نقلا عن منبر كاتشيو ميركاتو الإيطالية أن الإصابة التي دربت عدة لاعبين يشغلون الرواق الأيمن الدفاعي في ريال مدريد من قبيل داني كارفاخال وناتشو بتت بعد الندم في نفس المدرب زين الدين زيدان بعد استغنائه عن خدمات المغربية. وأضافت ذات المصادر الإعلامية أن البداية المذهلة التي بصم عليها حكيمية مع كتيبة المدرب أنطونيو كونتي ذكرت زيدان ومسؤولي النادي الملكية بأهمية وحجم الإضافة التي يمكن أن يقدمها للفريق وكذا الحلول البشرية والتكتيكية التي سيستفيد منها الدولي الفرنسي السابق في حال الحصول على خدماته مجددا. باشر واحد خليل زيش اتصالاته بالمحترفين المغاربة في أوروبا قبل موعد إعلان قائمة أسود الأطلس التي ستواجه منتخب إفريقيا الوسطى في 13 و17 نوفمبر المقبل. وعلم من مصادره في الجهاز التدريبي لمنتخب المغرب أن المدير الفني خليل زيش سيعيد اللاعب خط وسط فريق بنفيكا البرتغالية عادل تعرفت إلى المنتخب أسود الأطلس بعدما غاب عن المباراتين الوديتين الأخيرتين أمام السنغال والكونغو الديمقراطية إثر معاناة اللاعب من مخلفات إصابته في الركبة. ورغم وجود لاعبين في المنتخب المغربي يلعبون في نفس المركز الذي يلعب فيه عادل تعرابت مثل سالم أملاح وأيمن برقوق إلا أن خليل زيش سيعمل على تحضير النجم بنفيكا البرتغالية الذي سبقه هو الذي عبر عن إعجابه بطريقة لاعبه في أكثر من مؤتمر صحفي عقده في المغرب. ذكرت مصادر إعلام سعودية أن صحفيا تقدم بشكوى رسمية لدى قسم الشرطة ضد نور الدين مرابط لاعب نادي النصر السعودي بتهمة تكذيبه في وسائل الإعلام. كشفت تقارير صحفية سعودية عن تقديم الصحفي تركي السهلي شكوى رسمية في قسم الشرطة ضد نور الدين مرابط بتهمة تكذيبه في وسائل الإعلام. وقالت صحيفة الريادية السعودية وفقا لمصادر لها أن الشكوى السهلية جاءت بعدما ادعى الصحفية أن ما تطرق له اللاعب المغربي عبر حسابي على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر يعد تكذيبا يندرج ضمن الجرائم الإلكترونية.